على الاقل هنا واحد الاسبوع وهما كاينين، على اعتبار انه هاد المراحيض، هاد المراحيض اللي خلاو لينا الفرنسيين تيتقال بانه المبلغ باش غتتم اعاده الهيكله ديالها هو 26 مليون، يعني الثمن ديال شقه اقتصاديه. الا كان هذا الشيء صحيح فهذا الشيء خطير، لانه في مدينه الدار البيضاء كنا كنسمعوا هذه واحد السنه بانه غادي يديروا لنا طواليت ديال 60 مليون، دابا ولات هذا الاصلاح ديال هذه لي طواليت اللي خلاو الفرنسيين ب 26 مليون، يعني انه ما فهمناش. الشركه اللي رشات عليها الصفقه انها كتحط الاسبال بهذه الطريقه هذه اللي في شارع اللي هو معروف، يعني انه الان حنا كنت رئيسي وكنتواجدوا في شارع الزرقطوني، وتيتم وضع هذه الاسبال لمده ديال اسبوع بلا ما يتم التنقيل ديالها بسرعه، كيف ما كتشوفوا فيها بقايا ديال الزجاج، وهذا ممكن تعرض المارة للخطر زائد الروائح الكريهه اللي فيها. ما فهمناش يعني الطريقه ديال هذه الشركه، رغم ان الاسم ديالها راه معروف اللي هي اللي استفدت من الصفقه. وحنا كنيابه عن الساكنه اللي كاينه على مستوى شارع الزرقطوني او الماره، وكاين حتى التلاميذ الان اللي كيمروا من هنايا، وهذا يعني هذا كيشوه الجماليه ديال المدينه وديال شارع الزرقطوني اللي هو شارع رئيسي، زائد الروائح الكريهه اللي كتنبعث من هذه، لانه هاد الازبال هذه كانت منذ سنوات وهي كاينه في هاد المراحيض العموميه. حنا ما كنوجهوش النداء، حنا يجب محاسبه، يعني انه اذا كان هذاك المبلغ ديال 26 مليون فالمسؤول الاول هو رئيس مجلس المدينه، المسؤول على اذا كانت هذه المبالغ ديال 26 مليون باش الطيبات هذه، زائد هاد الازبال اللي كتشوه الجماليه ديال هاد المدينه وهاد الشارع الرئيسي. لا كتعرف انه في دفتر التحملات الجديد انه هاد البقايا ديال البناء وهذا عندهم طريقه وحده اخرى باش كيتم الهز ديالو، ما كيتمش الخلط ديالها مع الازبال العاديه. هذا النداء هذا رئيس مجلس المدينه ورئيس مقاطعه سيدي بليوط هما اللي خصهم يتحركوا على هذه المخالفه اللي من الطبيعي ومن القانوني انه دارتها الشركه اللي مستفده من الصفقه ديال اعاده هيكله هذه المراحيض العموميه. في الاصل هو دابا كاين الروائح الكريهه، لانه هاد الازبال هذه هي بقايا اللي كانت من القديم وهي كاينه، يعني دابا فاش جاو كيصلحوا باش يخرجوها ويجيبوا شاحنات اللي خصها تهزها، يعني ملي كتخرجها كتهزها، المواطن العادي كيوقفوا لي على ياجوره الا غادي يخرجها. واليوم حنا كنشوفوا في الشارع الرئيسي اللي هو شارع الزرقطوني وقدام كنيسه اللي هي معروفه، يعني حنا في رون بوان دوروب دابايا، ورغم ذلك جميع المسؤولين كيدوزوا من هنا، المتوجهين الى مجلس المدينه او الى المقاطعات المتواجده في تراب عماله الدار البيضاء انفا كيتوجهوا من هنا، هذه هي الطريق الرئيسي ديالهم. ولكن رغم ذلك كنلقاو هاد الازبال اللي تجاوزت المده ديالها والتواجد ديالها اسبوع، حاجه اللي واضحه يعني انه راه حنا في شارع رئيسي وكيمروا جميع المسؤولين على مستوى عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا او المنتخبين المتواجدين بمدينه الدار البيضاء ككل. سكننا هنا في 81، كانت واحد المراه هي اللي مقابله هنا، كان دي تواليت، ماتت هذيك ماتت هذيك المراه، هاد مالي الكيوسك كراوها بكي هذا بكي ولاو كيديروا فيها الحوايج ديالهم. من بعد ديليسي باللي جا هذاك الهروشي نقاها الدنيا هاد نقاها، ولكن من بعد ملي مشى الهروشي ولا الناس كيلوحوا فيها الزبل. كانت في سي بيبليك من هنا ومن الجهه الاخرى من لهيه، خاصهم يجيو باش يحيدوا هادشي، بحال لي طرابو اللي كيديروا كيخلوا ديترو ديترو ما كيصوبوهمش، عمل الصالة عنده وأحسن وأتقنه، خاصو يعملوا واحد المجهود باش يحيدوا هادشي، والدار البيضاء تكون نقية، لا نقادوا كلشي كلشي كلشي، وحتى المواطن تا هو عنده واحد المسؤولية، لا حتى المواطن تا هو عنده واحد المسؤولية، باش غادي كاين داك ديال لي باك ديال النفايات، يهز الميكا ديالو ويلوحها، ما يلوحهاش هنا. لا راه حتى هو عنده واحد المسؤوليه، حتى المواطن عنده واحد المسؤوليه.